رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال في كتابه بلوغ المرام: وما زلنا مع كتاب الصلاة، وما زلنا مع باب الأذان. قال رحمه الله عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه أنه قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول الله أكبر الله أكبر. قال: فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع، والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق الحديث. قال: أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة رحمه الله. وزاد أحمد رحمه الله في آخره قصة قول بلال رضي الله عنه في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. قال ابن خزيمة رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم. جزاكم الله خير يا أحمد. أستأذنك سفر بس. سفر؟ أي سفر؟ يعني منتظر، كنت منتظر أقرأ أصلي عشان أمشي. تسافر يعني؟ تفضل. الأذان لغة: من أذن يؤذن تأذينا وأذانا. فالأذان اسم المصدر القياسي، وهو لغة الإعلام. فالأذان إعلام، هو إعلام بدخول وقت الصلاة، وأذان من الله ورسوله يعني إعلام منهما إلى الناس. والأذان اصطلاحا هو إعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة يتعبد بها المرء لله جل في علاه. والإقامة اصطلاحا هي إعلام بقيام الصلاة، بالقيام إلى الصلاة أيضا بذكر مخصوص يتعبد به لله جل في علاه. أما الأذان والإقامة مشروعيتهما في الكتاب والسنة، وبل وإجماع أهل السنة. أما من الكتاب فقد قال الله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. وأيضا في حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. بل أقول إن الأمر بالأذان متواتر عن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، والعلم به ضرورة وهي شعيرة من شعائر الإسلام، وفي غالب أحكام الحكم على الأذان والإقامة، فجمهور العلماء يرونه فرضا، ولكن فرض كفاية. فهو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، كما قال تقي الدين: هما فرض كفاية. وكثير من العلماء يطلق على السنة على ما يثاب عليه فاعله. ويعاقب تاركه. نعم. هو الأذان قد جمع التوحيد، ويجب الأذان على الرجال دون النساء. إذن هو فرض كفاية، وهو شعيرة من شعائر الإسلام. يعني لو أمة أو قرية تركت التأذين تعاقب جميعا، وللأمر لابد. لو أصروا على عدم التأذين يقاتلون، وللأمر يقاتلهم على ذلك، لأنها شعيرة من شعائر الإسلام. والأذان والإقامة على الرجال ليس على النساء، يجب على النساء ليس على الرجال لا النساء. روى البيهقي عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة. والحديث ضعيف، لكن قد ورد موقوفا بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه وأرضاه: ليس على النساء أذان ولا إقامة. وقد قال الوزير بن هبيرة قال: أجمعوا، يقصد ذلك الأئمة الأربعة، اتفق الأئمة الأربعة، قال أجمعوا، قال الوزير بن هبيرة: أجمعوا على أنهما لا يشرعان لهن. نعم. ولا كما قلت الوزير قال أجمعوا، يعني اتفقت كلمة الأئمة الأربعة على أن الأذان والإقامة لا يشرعان للنساء. وقال الإمام النووي وغيره أن الأذان والإقامة لا يشرعان إلا للصلوات الخمس، ولذلك قالوا بالنسبة للعيد ليس فيها أذان ولا إقامة. أيضا وأيضا الكسوف والخسوف نفس الأمر. وجمل الأذان 15 جملة أو 17 جملة في الكلام على التربيع والترجيع. التربيع أنه يربع كل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الترجيع أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، منخفض الصوت ثم يعلو بصوته بعد ذلك. الأذان كما قلت عبادة، يجمع جمل التوحيد: الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فالتوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يقول ذلك، قال دخل الجنة، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح. الغرض المقصود بأن الأذان جمع جمل التوحيد والإيمان والاعتقاد في جملة واحدة وهو الأذان. وقلت حكمه أنه فرض كفاية، وأنه ليس على النساء أذان ولا إقامة، وإن كان بعض العلماء من السلف يرى الإقامة للنساء ولا يرى الأذان، لأن الاتفاق أنه لا أذان. الحديث عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه وأرضاه رأى رؤيا حق، ولذلك الإنسان قال إنها رؤيا حق. قال طف بي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير الترجيع والإقامة فرادة. الحديث هذا أخرجه الإمام أحمد والدارمي وأبو داود بن الجارود والدرقطني والبيهقي وسنده حسن، وقد صححه جماعة من الأئمة كالبخاري والنووي والذهبي وغيرهم. وأما زيادة أحمد فقال سعيد بن مسيب أدخلت هذه الكلمة في التأذين لصلاة الفجر، وهي الصلاة خير من النوم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإسناد إسناد الحديث صحيح، صححه ابن خزيمة بن السكن وإسناده صحيح. يقول ابن عبد البر روى قصة عبد الله بن زيد في الأذان جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة ومعاني متقاربة في الأسانيد، ذلك متواترة من وجوه حسان. قال ابن رشد إنها منقولة بالتواتر وأن العلم بها حاصل. هنا دل الحديث على مشروعية الأذان، بل قل وفرض كفاية، لابد من إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، إلا في الصلاة خير من النوم، وهذه في أذان الفجر لبلال رضي الله عنه، وسيأتي تفصيله إن شاء الله في الأحاديث القادمة. لكن هذا الحديث كما قلنا جاء الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان. استعاض عنهم في بعض البلاد استعاضوا عن الأذان بالمسجل، هذا باطل، هذا لا يجوز، هذا باطل، هذا تعطيل لشعيرة من شعائر الله جل في علاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. فالأذان لابد منه، وأنه عبادة لله جل في علاه. لو لم يكن في مسألة المسجلات هذه التي استغنوا بها عن المؤذنين إلا تعطيلا لهذه العبادة الجليلة، ما يسمع من جني أو إنس إلا يشهد له يوم القيامة، لكان كفى. وأيضا الترديد لا يصح لأذان التسجيل، لأن هذا ليس مؤذنا، هذا ليس مؤذن. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن، مش الببغاء، إذا سمعتم المؤذن، وهذا ليس بمؤذن، هذا ليس بمؤذن. وفي الحديث زيادة رؤية عبد بن زيد في منامي رجلا، رأى رجلا يحمل ناقوسا، قال أتبع الناقوس؟ فقال الهاتف وما تصنع به؟ قال ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال بلى. قال تقول الله أكبر الله أكبر آخر الأذان، حتى لما سمعه قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه لبلال فإنه أندى منك صوتا. وقد قال إنها رؤيا حق. وفيها تثنية الأذان وإفراد الإقامة، وسيأتي الاختلاف مع الحنفية في هذا الباب الذين قالوا بالتثنية أيضا، حديث أبي محذورة. فهو أمر كما قال أنس، أمر بلال بتشفيع الأذان وإفراد الإقامة، إلا الله أكبر الله أكبر. وفيها استحباب أيضا أن يقول المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، كما فعل بلال رضي الله عنه وأرضاه، يكون هو في الأذان الثاني أو الأذان الأول على خلاف بين الفقهاء، سيأتي تفصيله إن شاء الله. ابن الملقن يقول ذكر العلماء الحكمة من الأذان أمور أربعة. الأول شيء إظهار شعيرة من شعائر الإسلام، إظهار شعائر الإسلام، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بيت القوم ينتظر، فإن سمع الأذان كف عنهم وإلا هجم عليه. الثاني كلمة التوحيد. الثالث الإعلام بدخول وقت الصلاة ومكانها. الرابع الدعاء إلى الجماعة. الفوائد المستنبطة من الحديث في قولي إنها رؤيا حق دلالة على أن الإنسان قد يرى رؤيا المبشرة، وهي جزء من 46 جزء من النبوة، تكون حق، وهناك رؤيا ليست بحق، وهي رؤيا التحزين من الشيطان الرجيم. تفضيل الله لهذه الأمة على باقي الأمم أن جعل لها إعلاما لدخول وقت الصلاة وللصلاة بهذه الكلمات التي امتلأت توحيدا تماما، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، إلى آخر الأذان. قول الراوي
من السنة هذا رفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال المؤذن في الفجر حيا رأس الفلاح قال الصلاة خير من النوم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.